إذن حضرتك يا شيخ، هل يجوز استخدام الدب في صبايا الأفراح أو الأعياد من باب الترفيه يعني عن الناس؟ إن وجدت أمور تدعو إلى ذلك جاهز، الدف ليس بمحرم. صغير عيد أو فرح يجوز، أو سماع الأناشيد عامة بالدف ده جائز؟ الدف لي لي هل عن ما عندنا نص بتحريم الدف، بل الأقرب الجواز لا شك في هذا. امرأتان تدففان في بيت رسول الله وتغنيان بغناء بعاث، نظرت امرأة أن تضرب برأسها بالدف على رأس رسول الله إن رده الله سالما. وحسن بعضهم علم لك اضربوا عليه بالدفوف. السلام عليكم.